الحارس الأوروغوياني في مرمى نادي لازيو روما، ثم فافالي في التغطية يلعبها مع رفيقه أنتونيني على جهة بروكي. أوه حذر التمريرات في العمق ناحية كل من روكي وكذلك زالاتي. هناك روكي، كرة توصل لشتاينر، السويد يلعبها مع سيدورف. تجمع عدد كبير جدا من لاعبي لاتسيو، ثم الانطلاق على الجهة اليسرى عن طريق أنتونيني، محاولة المرور ولكنه ما يمرش، وخروج موفق لعناصر لاتسيو. روكي يستفيد من خطأ أمتري الأرجنتيني يلعبها، ولشتاينر وأنتونيني وفي وضع التسلل. وضعت في الندوة الصحفية قال لا يهمني المستقبل مع المينا، يهمني أن أكون صريحا مع التغطية الدفاعية عن طريق ماوري. صعب الكرة هذه، بافلافينيو أنتونيني والعارضة الأفقية طرد أنتونيني. أنتونيني مع ليشتاينر يفتل المرة مع ستوندردو. صعب الكرة هذه، لا يهاجم باكبر عدد مثل ما كان علي جانو مع أنتونيني. يخرج لوزاراتي، أنتونيني دائما لمن يرجع للخلف لفافالي داخل فريق الميلان. بالجميع الجميع يضغط، ثم هيدا من فافالي توغل من عند أنتونيني.